ربما هي استفزتهم كلمة نحبي يعني نروح لي شوف يعني هي زلة نيسان وعلى بالك حنا نسا كي نهضروا دي فوا نهضروا كلام اللي بالك ما نحسوش به بتاتخ الصحافي لما ضغط عليا قلت كلمة هذه على نحبي انا نحبي غير ربي سبحانه ما نحبي لا التوفيق ولا غير ولا التوفيق دالي ولا اي شخص واحد اخر دول انا نقول اليوم نهار قلت على التوفيق قلت باللي الناس هادو ما عندهمش حق يضربوا المؤسسة العسكرية مهما تكون يعني الماضي تاعو الماضي تاعو ما يهمناش اليوم مش انا اللي نحاسب والعداله هي اللي تحاسب فيه اذا خدم البلاد التاريخ يكتب عليه ولا كان يخدم ضد البلاد اليوم العداله هي اللي تحاسبه اما انا تاع نحبوا ليه زلت اسمح لي زلت لسان بلك قلتها هكذاك مي انا لما دافع على المؤسسه العسكريه انا نقول انا مع المؤسسه العسكريه علاش ماشي مع شخص مؤسسة الحقيقية تحكم الجزائر الشعب الجيش شكون هو ماشي ولادنا ماشي جيراننا ماشي احبابنا هذا هو الجيش هل الجيش هذا خارج على الجزائر شكون يحمي فينا هو الجيش نحبوا ولا